السلام عليكم، معاكم محمود. قلت لكم قبل كده ان انا بحرض على الزواج، وقلت لكم ليه؟ لان هو البنية الاساسية والبذرة الاساسية في بناء مجتمع سليم سوي قوي نقدر نتحرك بيه لقدام. لكن مثلا عربية معاك 3 عجلات او معاك عجلتين والعربية بتمشي على 4 عجلات، فهفضل مستني. فانت او انتي راجل او ست، كأنك جاي لي عربية ناقصة تانك بنزين، ناقصة شربون، ناقصة دينامو، ناقصة فوانيس، همشي بيك ازاي؟ هنمشي مع بعض ازاي؟ فأنت أيها الرجل بكاوتشاتك المخرمة، وأنت أيها المرأة بسقفك المفتوح والشاسيه المخيش، مش العربية المشيسة دي، لا أنت ولا أنت تقدروا تمشوا معانا في المجتمع الجديد العالي المتزكي القوي اللي انا بدور عليه، اللي هو المفروض بيبني امم كبيره زي ما اوروبا وامريكا بنوا اممهم. فالبنيه الاساسيه هي الزواج، ان الاسره. فاسره ازاي من غير زواج؟ فلازم زواج. فانت ايها الفتى وايتها الفتاه لازم تجوا قدامي او قدام نفسكم قدام المجتمع، وتبقوا متجوزين وعندكم اسره وقاعدين في بيتكم، ان شاء الله عندكم 16 سنه 17 سنه. انا مع الزواج المبكر على فكره كمان. ضحكوا علينا الاوروبيين وقالوا لنا ان الزواج لازم يكون من سن 16 سنه، لا 18، ولا اقول لك خلصوا الجامعه الاول. كان الاول يقول لك خلصوا الهاي سكول، واللي هو يبقى عندك 17 سنه، يقول لا صغيرين برضو. طب خليها الجامعه بقى 21 22 سنه عشان تبقى تعرف تصرف على نفسك. طب ما في ناس بتشتغل من وهي عندها 12 سنه، من وهي عندها 13 سنه. بلاقي هنا في روسيا وفي اوروبا تلاقي واد عنده 13 سنه ولا 14 سنه ومعاه بنت تقريبا قده كده، وماسكين ايدين بعض وبيبوسوا بعض وبيحبوا بعض جدا. طب ما تتجوزوا يا ابني، بدل ما تبص لهم بقرف كده، شوف العيال الصغيره بيعملوا، بيحبوا بعض حب حاجه عاليه. يقول لك لا لا الرذيله وبتاع. يا عم لو كانوا يعرفوا ان في جواز ينفع ليهم كانوا اتجوزوا وعاشوا في بيت مع بعضهم ولا في بيت اهلهم. بس المهم خلاص، الناس المجتمع كله عارف ان دي مأنتمه مع ده، انهم مع بعض. طب ما اتجوزوهم يا اخي، ده البير في ليوبوف او بير فيا ليوبوف، او الحب من اول نظره، يعني اول حب اللي هو الواحده من دول بالذات، الواحده يعني ما بتنساهوش. وبعض الرجال يعني بينسى الحب الاول ولكن بيبقى معلم في دماغه او في قلبه. فازاي تضيعوا الحب الاول بان هو يضيعوه في المراهقه، وبعد كده ما يكبروا كل واحد يتجوز حد تاني ويعيش بلا مشاعر؟ طب ما انا مع انه ولد صغير وولد صغير ان شاء الله في المدرسه، طب ما تتجوزوا، صرحوا بالجواز للشباب المراهقين. مش ذكر اهو، مش بنت اهي اموره وبتاع، بتعرف تحط مكياج وبتعرف تتنيل على عينها وبيعرفوا يعملوا كل حاجه. فالدول الاوروبيه بتسمح لهم والعياذ بالله بممارسه العلاقه، لكن يجوا يتجوزوا لك لا ممنوع. طب فين الحريه في كده؟ يقول لك لا لا، ازاي نحرضهم على الجواز المبكر؟ لا يا راجل. وموضوع الجواز الغير مبكر بقى اللي هو ما فيش جواز خالص، ما يخلفوش، ده عادي؟ يعني انا من وجهة نظري لو اوروبا مثلا عايزة تمشي المسارة صح، تقول لك اللي يتم 30 سنة وما اتجوزش نعمل عليه غرامة او ضرائب عالية. انت راجل بالناقص علينا في البلد، انت راجل فرنسي ولا الماني ولا بلجيكي تميت 30 سنة، ولا انت بقى تميتي 30 سنة وما اتجوزتيش؟ لانه عارفين مش مجتمع مفتوح وعلاقات سهلة، أي حد على الإنترنت يتعرف على حد في الشغل في الشارع في بتاع 100 طريقة على التعارف، وعملتي علاقات مع ناس كتير، ما تتجوزي واحد فيهم، ولا أنت فرحانة بالحرام؟ فزي ما بتجرموا الجواز المبكر، طب عاقبوا الجواز المتأخر، اعمل لها إطار، حاجة تشيل حاجة. صرحوا الجواز زي ما بصرحوا بالعلاقة برضو للأطفال، إن يعمل علاقة مع بعض والكلام ده، بعض الدول بدأت تعمل الموضوع ده. طيب ما تصرحوا لهم بالزواج. وأنت هتقدر تمنع مين أصلاً من إن هو يعمل علاقة من غير ما تشوفك الحكومة؟ هتدوروا هتراقبوا الناس في بيوتها؟ فحتى لو حبيت حكومة مش هينفع. فلما تلاقي ولد وبنت بيحبوا بعض، الصح إنهم يتجوزوا وتعرفوهم، ما دام بتحبوا بعض يبقى ممكن تتجوزوا. تقوم البنت تبقى عاقله بقى، وهي من وهي صغيره، من وهي عندها 12 سنه، تلاقي ولد مثلا بيحبها ولا بتاع، تقول له هتتجوزني؟ فتعرف تحافظ على نفسها. يقول لها اتجوزك ازاي انا لسه صغير؟ خلاص يا صغير، انا مش عايز واحد صغير. وممكن تروح تتجوز واحد اكبر منه بسنتين ثلاثه بس بيشتغل وراجل، ويقول لها اتجوزك، انا عارف ان القانون الجديد بيسمح ان انا اتجوز واحده عندها 12 سنه او 13 سنه
او 14 سنه حسب قانون البلد ساعتها. اه يعني كمان سنه ممكن اتجوزك. ايه ده بجد وبتاع؟ فساعتها ايه؟ تثق في الراجل وتقول لا ما دام هنتجوز بقى بعد اشهر امسك نفسي بقى، مش هديله حاجه. لكن واحده عارفه انها مش هتتجوز الا بعد 7 سنين والولد ده ممكن ما يكونش موجود، فاللي هو بتقول لك طب انبسط النهارده. فعقل الطفل لازم تراعوه برضو، ان هي واحده حبت ومشاعره بتاع، يقول لك ايه ده بس هيبقوا مندفعين ومش عارف ايه. ما نفس الفكره، ازاي المندفع ده المتهور بتسيبه يعمل بيزنس ويعمل شغل؟ اللي عنده 15 16 سنه المراهق ده عادي تشغله كاشير، تشغلها عامله نظافه. مش الناس بتشتغل عندها 12 و13 سنه وبتشغلوهم في مصانع وفي ورش يا اوروبا يا متقدمه، وفي مصانع وفي مطاعم وفي كافيهات وبياعين على النواصي وشحاتين. مش بنشوف ده كله؟ وقادر يعمل. طيب لما هو قادر كده ما يتجوز وقادر يعمل قرشه وهو وهي يبنوا حياتهم مبكرا، ليه بتأخروهم؟ يقول لك اصل هيعطل الدراسة. لا ما هم بيشتغلوا وبيدرسوا، الدراسة مش بتعطل خالص، وإلا ما كانوش عارفوا يحبوا بعض أصلا أثناء الدراسة. طيب أنا بحض على الزواج لأنه بقول لكم هو البذرة الأساسية لبناء المجتمع القوي. فلما يبقى مش عارف أعمل الحاجة الأساسية يبقى ساعتها بنتكلم في إيه؟ بنضيع وقتنا في إيه؟ ناس كتيرة بتضيع 10 سنين و15 سنة من عمره عشان خاطر يوصل بس لمرحلة الزواج. شوفوا الانحدار وصلنا لإيه؟ إن أنت بتضيع فلوس وسنين من عمرك وتفكير وهري، هتجوز فلانة وعمال أحط القرش على القرش عشان يشتري شقة لأن أهلها مش هيوافقوا إلا بشقة، أو عشان يجيب تمن العفش والمهر والفرح. كل ده من سنين عمر الولد والبنت، الشاب والشاب. ايه الهستيريا المريضة اللي احنا فيها دي؟ طب هو كل الناس عندها المقدرة؟ كل الناس يعني انا من وجهة نظري ان الحاجات دي لو ضرورية قوي واللي قدامك يقول لك مثلا انا محتاج 7 سنين علشان اكونها، الافضل لا يبقى خلاص مفيش منه، انت روح شوف لك واحدة تانية وانا اشوف لي واحد وانت شوف لك واحد تاني. يقول لك طب خلاص اتنازلنا عن الطلبات، تتجوزوا النهارده خلاص خلصت. ده رأيي ودي فكرتي، ويا رب يكون الكلام مش جارح على حد. فعلشان نتخلص من الهستيريا المجنونة في اللا زواج أو عداء الزواج اللي ماشي في أوروبا وفي العالم، وجالنا إحنا الدول العربية وبقى أعنف وأسوأ وجرح غائر في مجتمع أصلا بيقدس الزواج وبيحب الزواج، المجتمع الشرقي عموما. فعايزين نبص للمجتمعات، بعض المجتمعات الإسلامية مش كلها، اللي بيجوزوا البنات بحاجة بسيطة جدا والشباب ويوم من هم عندهم 20 سنة. أوزبكستان كمثال، كتير منهم بيتجوزوا، وفي تاجيكستان وبتاع بيتجوزوا البنت وهي عندها 19 سنة و18 سنة، البنت بيبقى عندها 21 سنة وعلى دراعها طفل وفي إيدها طفل وفي بطنها طفل. خلص الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم. أمين.